لا ننكر أن عجوزا فلسطينية يمكن أن تخرج لتهاجم قادة حماس متهمة إياهم بأنهم دمروا غزة، أو أن يخرج آخر ليعرب عن ضيقه من الكارثة التي لحقت بالقطاع بسبب تداعيات طوفان الأقصى. لكن أن يتم تصدير صورة أن أهالي غزة ضد المقاومة وأنهم يشعرون بالسخط عليها بسبب ما يحدث، فذلك تجاوز للواقع ومغالطة تقدم صورة غير صحيحة عن موقف الغزيين مما يجري رغم بشاعته وكارثيته. فأهلا وسهلا بك عزيزي مشاهد منبر واصل في حلقة جديدة بنفند من خلالها الرؤى الزائفة عن موقف الفلسطينيين، والتي تحاول تشويه صمودهم الأسطوري في مواجهة فظائع الاحتلال الإسرائيلي. ليس دفاعا عن المقاومة، وهو الأمر لا ندعي نيل شرفه، أن نطرح التساؤل التالي في معرض مناقشة هذا الموضوع، وهو لماذا بادرت تلك الحركات بعملية طوفان الأقصى بغض النظر عن تأييدها أم رفضها؟ إنها بمثابة مهمة حربية تعد جزءا من عملية مقاومة مشروعة، لا شك أن أحد نتائجها قد يكون الإطاحة بحماس أصلا من السلطة على غرار ما جرى مع منظمة التحرير في لبنان. إذا قبلنا هذا الطرح، فإن فكرة الصراع من أجل الكراسي واستمرار الاستحواذ على الحكم تبقى غير صحيحة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن قادة المقاومة ليسوا ملائكة أو شياطين، وإنما أشخاص ربما لديهم شعور وطني بضرورة تخليص بلدهم من الاحتلال الذي قد يهدد بقاء وطنهم فيما لو طال. وإذا لم نكن في معرض تبرير ما تقوم به إسرائيل من عمليات ليس لها من توصيف لدينا سوى أنها حرب إبادة، فإن ده ما يمنعناش من الإشارة إلى أن أي عمليات عسكرية أيا كان نوعها، سواء بين دول أو دول وحركات مقاومة، بيكون لها تداعياتها المدمرة، وإن كانت إسرائيل تجاوزت كل الحدود في استهداف المدنيين لهدف خاص بها أشرنا إليه في حلقة سابقة، ألا وهو خلق أوضاع تؤدي إلى تصفية القضية بتهجير الفلسطينيين قسريا أو طوعيا. وعلى ذلك فإن محاولة تصوير موقف الفلسطيني العادي بأنه ضجر بالمقاومة وبيرفض النتائج اللي ترتبت على موقفها غير صحيح، دون أن يعني ذلك أنه بيرقص طرب لما يراه من مشاهد مأساوية أمام عينيه، فده جزء من الطبيعة الإنسانية اللي بترفض أنها تعيش في وضع غير طبيعي يتم فيه تدمير مسكنها والقضاء على كل سبل العيش الخاصة به. وعلى ذلك فإنه من الطبيعي أيضا أن يكون المواطن الغزي ساخط، ولكن المشكلة هنا أن يكون هناك من يحاول توجيه سخطه إلى المقاومة بدل من توجيهها إلى السبب الطبيعي لهذا السخط، وهو إسرائيل. الأمر اللي من شأنه أن يشوه موقف المواطن الفلسطيني وينتزع ورقة المساندة الشعبية لحركة المقاومة. وأما عن موقف المقاومة وفي القلب منها حماس، وهل تراجع التأييد لها أم زاد بعد طوفان الأقصى وموقف الغزيين منها، فدعونا نتابع التقييم اللي أوردته مجلة فورين أفيرز الأمريكية، لعل ده يقدم صورة مغيرة لتلك التي تحاول بعض وسائل الإعلام العربية تسويقها بشأن موقف المقاومة، دون أن يعني ذلك بالطبع التسليم بما تقوله المجلة اللي بتعد من أرصن المجلات السياسية والبحثية الأمريكية.
ففي مقال بعنوان استراتيجية إسرائيل الفاشلة تعزز قبضة حماس، ذهب الكاتب روبرت بايب إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فشلت في هزيمة حماس، وبدلا من ذلك أدت إلى تعزيز قوة الحركة من خلال زيادة الدعم المحلي والتجنيد، إلى حد قوله أن حماس باتت اليوم أقوى مما كانت عليه في 7 أكتوبر. وهنا وبشأن موقف أهالي القطاع يقول الكاتب أن الحركة ما زالت تحظى بدعم واسع من أبناء غزة، وبيفسر استمرار قوة حماس على المواجهة بتمتعها بهذا الدعم، ويقول إن الدعم المجتمعي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها واكتساب المصادر وتفادي الانكشاف والاستحواذ عموما على مزيد من المصادر البشرية والمادية اللازمة لعملياتها واستدامتها. وهنا يضيف أن معظم من ينضمون إلى حماس والذين يصفهم الكاتب نفسه بالإرهابيين من منظوره هم مقاتلون متطوعون قادمون مباشرة من الشوارع، وهم في الغالب إما غاضبون من خسارة أصدقاء أو أفراد من عائلته. وبشكل غير مباشر يشير إلى أن فقد الفلسطينيين لأعداد من ذويهم بيسهم بشكل أكبر في توفير التأييد والمساندة لحماس، وبدلا من الرؤى الانطباعية بقى اللي بترتكز إلى أساس سليم على نحو ما يتعامل الكثير من كتابنا العرب، خاصة المناوئين والخصوم لحماس في محاولة للي الحقائق بشأن الأوضاع على الأرض، فإن الكاتب بيحاول الاستعانة بلغة الأرقام لتحديد وضع حماس على مستوى الشارع، مشيرا إلى أن استطلاعات أراء الفلسطينيين في هذا السياق يمكن لها الإسهام في بيان أو تبيان مقدار الدعم الاجتماعي المتوفر لحماس. ومن هنا ومراعاة لتحديات استطلاع أراء سكان غزة منذ 7 أكتوبر، فإن المركز الفلسطيني للسياسات والإبحاث الاستقصائية، وده مركز استطلاعات الرأي اللي أنشئ بعد عام 93 بعد اتفاقات أوسلو وبيتعاون مع المؤسسات الإسرائيلية، قام بتضمين استطلاعاته مقابلات مع لاجئين موجودين في ملاذات مؤقتة، وقام تقريبا بمضاعفة العدد المعتاد للمتجاوبين مع استطلاعاته، ونظر ذلك نظرا للتنوزعات السكانية غير المؤكدة والمتبدلة في القطاع. المهم أنه جاءت الاستطلاعات الخمسة اللي أجراها هذا المركز، وأوله في يونيو 23 وآخرها في يونيو 24، لتظهر نتائج صادمة في كل مجال. تقريبا اليوم تحظى حماس بدعم الفلسطينيين بمعدل يفوق ما كانت تحظى به قبل 7 أكتوبر 23، ويقول لقد ازداد الدعم السياسي لحماس خاصة بالمقارنة مع منافسيه، إذ مثلا على الرغم أن حماس ومنافستها الأساسية وهي حركة فتح تمتعت بمعدلات دعم متساوية تقريبا في يونيو 23، فإن الاستطلاع الجديد اللي قام به المركز الفلسطيني أظهر أن دعيم حماس في أوساط الفلسطين سجل ارتفاعا مضاعفا بمعدل 40% مقارنة ب 20% لحركة فتح. ونقول أنه رغم أهمية هذه الرؤية إلا أنها لا تمثل سوى تأكيد على نقطة أساسية، وهي أن الغزيين وبعد طوفان الأقصى أصبحوا أكثر تأييدا للمقاومة وترحيبا بسعيها للقضاء على الاحتلال، وذلك بغض النظر عن حدود نجاح هذا الهدف. وذلك هو الطبيعي من الشعوب السوية وخاصة الشعب الفلسطيني
القابض على وطنه بظروفه الصعبة كالقابض على القبر. شكرا جزيلا.